مرحبا بكم في برنامج بيزنس بلانيت. سنتحدث عن برنامج إيراس ميوس لرجال الأعمال الشباب هنا في برلين. معنا توماس بيرجي منسق البرنامج. توماس، ما هو هدف هذا البرنامج؟ برنامج إيراس ميوس يجمع بين رجال الأعمال الجدد وذوي الخبرة منهم في كل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تبادل خبراتهم. كم عدد الأشخاص الذين شاركوا؟ هذا البرنامج مدعوم من قبل حوالي 5000 علاقة تجارية بين رجال الأعمال الجدد وذوي الخبرة منهم في بلدان عديدة. فلنتعرف على بعضهم. ديلاك توبكاغا تدير مخبزة في برلين. بعد حصولها على شهادة في علوم الطبخ والتكنولوجيا، ذهبت إلى المملكة المتحدة في إطار برنامج إيراسموس لتبادل الخبرات بين المقاولين الشباب. لقد عملت مع مقاول آخر علمها كيفية إدارة مؤسسة وكيفية جذب زبائن جدد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أحرص دائماً على التوفيق بين آفاقي وثقافتي في حياتي المهنية، وهذا البرنامج ساعدني جداً للولوج في سوق دولية وجذب الزبائن. بالإضافة لكونها عرفت محلياً، الجانب الدولي سمح لديلاك بالسفر إلى الخارج والطبخ لأحداث كبرى في فيينا والبندقية. والآن جاء الدور على ديلاك لتعليم خبرتها للآخرين. ديلاك ستستقبل مقاولاً جديداً في إطار برنامج إيراسموس نهاية شهر أيلول سبتمبر. لقد انضممت إلى البرنامج كمقاولة شابة، والآن تريدين أن تقاسمي خبرتك مع الآخرين. لقد تعلمت الكثير بفضل هذا البرنامج، خاصة في مجال إدارة مؤسستي، والآن أنا سعيدة وطموحة لاقتسام هذه الخبرات من جديد مع مقاولين جدد. إذن ما هو الهدف الجديد للبرنامج؟ نريد توسيع هذا البرنامج ليشمل دولاً خارج الاتحاد الأوروبي من جهة، ومن جهة أخرى نريد إنشاء شبكة المشاركين القدامى لنستطيع العمل معهم والبقاء في تواصل معهم. وفي إطار هذا البرنامج بإمكان المقاول الشاب التعامل مع مقاولين آخرين من دول أخرى. الاتحاد الأوروبي يمنح مبالغ مالية شهرية للمقاولين الجدد وفق كل بلد. من يستطيع المشاركة في هذا البرنامج؟ نستقبل المقاولين الشباب من مختلف الأعمار، أما بالنسبة للمقاولين المستضيفين فيجب أن يكونوا أصحاب مؤسسات أو شركاء ولهم خبرة تجارية لمدة 3 سنوات. شكراً توماس. للمزيد بإمكانكم زيارة موقعنا وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقي العدد المقبل. إلى اللقاء.